اليوم نتكلم على قضية الطاسيلي. كاين واحد الشخص يسموه بالقاسم حرشاوي من مواليد 8/11/1960 في تيزي وزو طيران. هذا كان الرئيس السابق لشركة الطاسيلي للطيران، وهذه الشركة تاع الطاسيلي اللي كاين كثير من الناس ما يعرفوها، شركة الطاسيلي هي ناتجة عن شراكة بين سوناطراك والخطوط الجوية الجزائرية. أنتجوا لنا هذه شركة الطيران للنقل، فيها فيما يعادل شحال فيها من طائرة، فيها تقريبا 31 طائرة، عندها 30 طائرة، نقول لكم شحال فيها من طائرة، عندهم 30 طائرة الأول، ما عندهم 30 طائرة، الأسطول نتاعهم عندهم 30 طائرة، 30 طائرة هذه دايرينها خصيصا لعمال سوناطراك باش يروحوا للجنوب والمناطق الصناعية في الجنوب والحقول البترول والغاز. المهم هذه الشركة نتاع طاسيلي كان فيها رئيس مدير عام اللي هو بالقاسم حرشاوي، مقرها هو تسمار الدار البيضاء، أسماء المساهمين. من بعد هذه فتحوها مثل أي الشركات الجزائرية، هادو أعداء الوطن حطموا كل الشركات الجزائرية. بكري الجزائر كانت تنتج كل شيء، والآن الجزائر لا تنتج أي شيء. على الأقل على الأقل بكري في الثمانينات وفي السبعينات كانت الجزائر تنجم تعطيك مثلا تنتج مثلا الألبسة نتاعنا، كان عندنا الألبسة، مصانع الألبسة، كان عندنا مصانع المواد الغذائية التحويلية، كان عندنا الكثير من الأشياء، كانوا عندنا شركات البناء تابعة للدولة، كان عندنا شركات حتى تنتج المطويات الدراجات النارية، ننتجوا الشاحنات، عندنا مصنع الحجار لإعادة تدوير الحديد، كان عندنا الكثير من الأشياء. المهم لما جاء هاد المجرمين خالد نزار والجماعة نتاعو وصلوا لسدة الحكم، حطموا كل الشركات وداروا يديهم في يد ويحيى، وقاموا ببيع شركات الدولة، قاموا ببيع شركات الدولة، وخرجوا بواتنا والدينا وجدودنا، خرجوهم إلى البطالة، باش تفهموا خاوتي، خرجوهم للبطالة ورموهم إلى البطالة وحطموا الدولة، وبعدها شروا الشركات. تخيلوا أنه أسماء المساهمين، هذه الشركة هذه نتاع طاسيلي للطيران فيها 30 طائرة، فيها أسماء المساهمين من بينهم إبراهيم عادل عضو مجلس إدارة، عيواز زوج شار الشريف كريمة عضو مجلس إدارة، ساسي يوسف عضو مجلس إدارة، حدادين جعفر محمد عضو مجلس إدارة، ولد علي جمال عضو مجلس إدارة، تيرا محمد عضو مجلس إدارة. هادو أسماء أشخاص مساهمين، معناتها أنك تساهم في شركة نتاع طيران معناتها أنه عندك أسهم بملايير وملايير السنتيمات. رقم التسجيل تاع شركة التصيري هو 98B012-23-75. مدير الشركة القابضة هو نفسه بالقاسم حرشاوي. بالقاسم حرشاوي خرجوه من رئيس مجلس الشركة نتاع شركة التصيري للطيران، وعاود حكم مدير الشركة القابضة، داخل فيها نفطال وداخل فيها التصيري، تتمركز بطريق سيدي موسى الدار البيضاء العاصمة، لا تزال الإدارة تحت إدارة حرشاوي حتى بعد إقالته كمدير فرع نفطال التابع لسوناطراك، إلى جانب بوعفاد عمار، خالد جمال، خير الدين نبيل، حجاج سبتي، هادو كلهم عضو مجلس إدارة. خاوتي حرشاوي متورط في إدماج محمد بدوي، محمد بدوي هو ابن الوزير بدوي، دخلوا كطيار بعد بدون امتلاكه شهادة تسمح له بذلك. خاوتي براتب بناء الجنرالات، خاوتي أحلامهم تتحقق حتى بدون قراية، حتى أنك ما تقراش الحلم نتاعك يتحقق. هذا محمد بدوي ماهوش قاري، واش يديروا؟ يرسلوا ولادهم للخارج، لإسبانيا ولا فرنسا ولا بريطانيا، يروحوا لواحد لي كلاب نتاع طيران، كاين أندية لتعليم الطيران. بون باش تفهم مليح، باش تطير في طائرة تجارية، باش تسوق طائرة تجارية كبيرة فيها نقل مسافرين وترفد لي باساجي أو ترفد السلع وفيها محركات كبيرة، لازم تكون عندك شهادة أو يعيطوا لها لا ليسونس من معاهد للطيران كبيرة، ويديروا لك لا ليسونس أنك تطير بطائرة تجارية، وما تطيرش في طائرة تجارية في 24 ساعة، معناتها تتخرج غدوة من داك تركب بوينغ مش عارف شعال وتقلع بالغاشي، لا، تبدأ بالتدريج من طائرة صغيرة للمتوسطة، وتروح حتى تلقى روحك في الطائرات العملاقة التجارية. هادو ديركت، سمحوا لي على هذه الكلمة، من الحمارة للطيارة، من يكون يسوق في آلتو ولا في بيكانتو ديركت ينزل يركب في بوينغ رافدة مش عارف أنا يا 700 حاج أو 500 حاج ويقلع بها للسعودية.
لأنهم أبناء عصابة، أبناء عصابة. نهار اللي قلت لكم أنه كاينة عصابة تمتلك دولة، هادو هما. المهم يروحوا يجيبوا لي ديبلوم نتاع، ماشي ديبلوم، شغل واحد الشهادات رمزية غير معترف بها في كل دول العالم، يجيبوها ويحطوها في الدياراش نتاع اير الجيري، وغدوة من داك يصبح يسوق في لاتيير ولا يسوق في البوينغ. صح، هادوك هنا في اوروبا لما يعطيك هذاك الشهاده الرمزيه هذيك اللي تديها، يعطيها لك باش تطير بها، لا ليسونس هذيك يعطيها لك باش تطير بها في طياره صغيره اللي ترفدك انت برك، او ترفدك انت وصاحبك، باش النهار اللي تدخل في حي تدخل فيه وحدك. بصح هادو توعنا من عصابه يروح يجيبوا الدبلومات، هو عنده نافيا ماني اداب ولا عنده نافيا ماني سيام، يجيبها ويجي يدخل اكرمكم الله للمرحاض نتاعهم، يحطوا الدوسي ويروح يركب في الطياره ويرفد ولاد الناس. كيما نهار اللي طاحت الطياره نتاع جبل الفرطاس في 2014، شكون كان يسوق فيها؟ كان يسوق فيها ابن بن بوزيد، ابن بن بوزيد او قريبه، واحد من الفاميليا نتاع لا فامي بن بوزيد، ودخل بها في جبل الفرطاس ودا معاه 70 واحد، دا معاه 70 واحد، الله اعلم. لكن كان من لما كنت انا في تماك كانوا يحكوا انه كان دايرها بيلوت اوتوماتيك، وكان يقصر مع الجماعه ومخليها بيلوت اوتوماتيك، راح دخل بها في جبل دا معاه 70 واحد في جبل الفرطاس 2014. واللي الاخر يرجع عند اصحابه اللي خدموا في لافياسيون، اللي خدموا في الطيران نتاع الجيش، يحكي لك نفس الوقائع، خاصه الناس اللي متمكنين. نفس الشيء مع بعض الجنرالات، يقوم بنفس الشيء يقوم فيه مع جنرالات، يجيب لهم ولادهم ويدخلهم في التاصيلي. وما نحكوش انه في شركه التاصيلي العمال نتاع سوناطراك يركبوا بالبون، معناتها ما تخلص ما والو، تروح تجيب البون داكسي من الشركه نتاعك من الاداره نتاعك وتروح تركب في التاصيلي بدون انك ان تدفع ثمن التذكره. ولادهم والاقارب نتاعهم اللي يخدموا في الجيش واللي يخدموا في مناصب حساسه ونسابهم والفاميليا نتاعهم كلهم يركبوا في التاصيلي ببلاش، بدون تذكره وبدون شراء التذكره. التاصيلي مخدومه فقط 30 طائره، هذه مخدومه فقط لابناء اطارات الجيش ولابناء ضباط الجيش ولابناء اطارات سوناطراك، حتى الاقارب نتاعهم يجيبوا لهم لي بي داكسي يركبوهم باطل. حرشاوي يمتلك اسهم في اس بي اش ايغريك اير اي برو، اي برو شيبينغ كومباني، النقل البحري، مقر نتاعها في ايستو. هذا حرشاوي عنده اسهم في هذه الشركه، وعنده اسهم ايضا في جروب سيرفيس سيربورت، ايضا عنده اسهم فيها، سبعة بودواو بورادو حيدرة العاصمة، عنده ايضا اسهم في اي بي او باتي ميتال، شركة خاصة بالبناء ولهياكل البناء، طريق مفتاح والتسمار العاصمة. ايضا عنده فضيحة تكلم عليها امير دي زاد مقبل، اللي هي انه دار عقد شراكة مع شركة نتاع اس ان تي ار، دوك نعاودو نولو لها، داير هذا حرشاوي داير عقد شراكه مع اس ان تي ار باش دخل نسيبو جابه يخدم مع شركه نتاع التصيلي. دوك نفهمكم كيفاش، شركه نتاع التصيلي راح دارت عقد شراكه مع اس ان تي ار، على واش؟ قال لهم خاصينا 6 سيارات، جابوا 6 سيارات وفاكتيروهم بنص مليار، كراوهم على واحد السيد بنص مليار للسيارات، هادو 6 سيارات كراوهم عليه بنص مليار في الشهر، يمدوا له كل شهر نص مليار في العقد. دوك نعاودو نولو، يسموه علي بن خليل نسيب حرشاوي. معناتها خاوتي باش نختصر لكم، باش ما نقعدش نحكي لكم على واش داروا واش عندهم شركات والمشاكل هادو، معناتها البلاد من التالي تاعهم، البلاد من التالي نتاعهم. هادو ما يهمهمش انك تموت في البحر حارق، هادو ما يهمهمش انه تلحق 45 سنه وما عندك سكنه وما زلت ساكن مع والديك وما قادرش تسكن، هادو ما يهمهمش انه ولادك قراوا ولا ما قراوش، هادو ما يهمهمش انه العامل خاصه سلفيه، خاصته ضعيفه، انه يتهان، انه عنده درصه باغي يبلوم بها وما صابش وين يروح، انه هذا العامل عنده ولاد وما قدرش يشري لهم، انه هذا العامل نحبسوهم بعد وين يروح، ما يهمهمش. هنا في اوروبا خاوتي من التالي باش تفهموا، لو كنت تخدم 4 سنين او 5 سنين في شركه خاصه تاع واحد بريفي، وهذاك السيد هذاك يروح باش يكولي، تقعد تخلص على الاقل عام، على الاقل عام وانت تخلص حتى يدمجوك في شركه اخرى. معناتها انه هذه الشركه لما تحبس
وكولا السيد ما عندوش باش يخلص الخدامه، لا سيرونس والدوله وصندوق الضمان الاجتماعي ولا هادو ما يسمحوش فيك، ما يسمحوش فيك عام وانت مريح او ازيد من عام وانت تريح تخلص حتى اللي يحبسوا لك على ادماج في جهه واحده اخرى. اما هذا العصابه هادو هاد اللصوص هادو على بعض الاحيان لما نشوف انا بعض الخدامه قاعد حاط نيفو حاط نيفو خايف ليه يهضر مع واحد كيما كسال عبد القادر اللي هو المدير نتاع مطارات الغرب الجزائري، سيد حركي ولد حركي وحاطينه مدير نتاع مطارات الغرب الجزائري وعنده مستوى ماشي لاحق حتى للتيرمينال، وجايبين وحاطوا عليه حداد او حداد حطوا في مدير مطارات الغرب الجزائري وناس خايفه انه تهضر معاه، خايف انه تهضر معاه، في حين انه واحد كيما هذاك نقول لك السجن قليل فيه، السجن قليل فيه، جايبين حركي ولد حركي، كي نقول حركي ولد حركي ما رانيش نسب فيه، انه بابا خدم مع الجيش الفرنسي وداه معاه زاد الهيها في فرنسا في تكنه فرنسيه، ومن بعد جابوه حطوه مدير مطارات الغرب الجزائري وهو حتى الكفاءه ما عندوش، حتى الكفاءه ما عندوش. تكلمت المره اللي فاتت على هاني وزير النقل، وزير النقل عنده املاك في فرنسا، ولاده كلهم عندهم الجنسيه الفرنسيه، وجابوه حطوه وزير النقل على حكومه يقول لك نقطعوا دابر فرنسا. يا سيدي ما تكذبش عليا، قال رانا تابعين لفرنسا واسمح لنا، رانا تابعين لفرنسا، احنا رانا تابعين لفرنسا، مازلنا مستعمرين نتاع فرنسا، وغادي ندير لكم وزير فرنسي على الاقل. يا خويا انا نبرد نبرد، ما نقعدش ناكل في روحي. دوباب هذا اللي قاعد يتبع وقطع دابر فرنسا وكل شيء، هم داروا لكم وزير عنده املاك في فرنسا وعنده جنسيه فرنسيه، واولاده عندهم املاك وشركات وعندهم فروع نتاع شركات عملاقه جزائر عالميه في الجزائر، ودايرينهم دي بي دي جي على للخدامه نتاعك. معناتها عاودنا رجعنا لعصر الخماس، معناتها عصر الخماس، دروك انت عبد عندي نعطيك قد ما تاكل وتشرب، ما عندك الحق في التعليم، ما عندك الحق في العلاج، ما عندك الحق في السفر، ما عندك الحق جواز السفر نتاعك ما عندك ما تدير به، عندهم كلهم عندهم هما جوازات سفر أجنبية.